سبب هذه المأساة أيها الإخوة، والتي تجلت كما تعلمون في ظاهرة عجيبة جدا، حتى أن بعض المحللين والدارسين النفسيين الفرنسيين لخصوها بكلمة واحدة، قالوا الانتحار امتياز أدبي. يعني يحتكره الأدباء والمفكرون، وخاصة الأدباء. انتبهوا، انتحار العلماء قليل. إذا تريد يعني إيه أشخاص علماء، علماء في الفيزياء، في الرياضيات، في الكيمياء، في التاريخ الطبيعي، لا، قليل جدا جدا. من الذين ينتحرون؟ الأدباء، الشعراء، الموسيقيون، الرسامون، لأن هؤلاء فنانون، والفنان هو جهاز حس المجتمع، هو قرون استشعار الجماعة الآدمية أيها الإخوة. الفنان، الفنان تأملي، انتبهوا، الفنان تأملي، أما العالم فتعليمي، تعلمي. العالم يحشد في ذهني معلومات موجودة في الكتب الصماء للمعلومات، يمكن لكل إنسان ذكيا كان أو غبيا أن يتحفظ وأن يحفظ هذه المعلومات. أما الفنان، هل يمكن أن تصبح فنانا بقراءة كتب؟ مستحيل. هل يمكن أن تصبح فنانا مثل مايكل أنجلو ولا دافنشي ولا جوب ولا سيزان أو غير هؤلاء أو شومان في الموسيقى مثلا أو فاغنر بقراءة كتب هؤلاء وحفظ معلومات وفيرة جدا جدا في هذه الفنون؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن الفن إبداع حقيقي أيها الإخوة، وقدرة باطنية ذاتية، وهي بنت التأمل، بنت التأمل. العلم الحديث هذا، العلم الآلي، كله علم لا يؤمن، بل هو كافر أيها الإخوة، منكر ومتنكر للتأمل. إنه علم تعليمي للأسف الشديد في الشرق والغرب. وطبعا لكي نضبط سلوك الجماعات البشرية وتكون جماعاتنا الرعاع أيها الإخوة، كقطيع المعز أو قطيع الماشية، إذا لابد إيه؟ أن نلقنهم تعليما تعلميا وليس تعليما تأمليا. ميزة القرآن الكريم أنه يشيد دائما بماذا؟ بالتأمل، بالتفكر، بالتدبر، دائما أيها الإخوة. والنبي كان كذلك عليه الصلاة والسلام. ولذلك قلنا مرة إن شخصا مثل إيه؟ مثل علي بن أبي طالب أو عمر أو سلمان أو أبي ذر أو عمار، هؤلاء أنا أعتقد يعني في الجملة ربما وأحيانا لنا أن نقطع أنهم كانوا أقل معلومات من شخص كابن تيمية أو الغزالي أو ابن رشد، الذي حذق التراث العربي والإسلامي كله، وحذق الطب اليوناني، وحذق الفلسفة والمنطق اليونانيين، وكل ذلك من المصادر الأصيلة، من المصادر الأصيلة. أبو حامد الغزالي لم يفعل ذلك، أبو حامد قرأ مترجمات، قرأ الفلسفة من خلال ابن سينا والفارابي، لا، ابن رشد من المصادر الأصيلة، ومن هنا امتيازه بلا شك، كان موسوعة حية الرجل. لكن هل يقارن وعيه الوجودي الإنساني الاجتماعي السياسي الرسالي بوعي رجل كأبي ذر؟ لا، أبدا أبدا. ولذلك ابن رشد أيها الإخوة كان ضحية لسلطة غبية لم تفلح في التعامل معه، لم تفك معادلته بشكل جيد، سلطها عليه بعض الأوباش وبعض الحسدة فانفعلت بذلك. أما أبو ذر فكان مشكلة للسلطة، فكان مشكلة للسلطة، ولم يكن مشكلة عند السلطة، كان مشكلة لها، هو هزها من قواعدها أيها الإخوة، حتى عيت بهم الحيل كيف يتعاملون مع هذا الرجل، لأن الرجل كان صاحب وعي، لأنه شخص تأملي ولم يكن شخصا تعليميا. مشكلتنا اليوم نحن يعني كثير منا حتى لسنا تعليميين، إعلاميون، نحن حتى إعلاميون ولسنا تعليميين أبدا للأسف الشيء. ولذلك قلت هذه الظاهرة في سياق الحداثة والحضارة الغربية في العلماء، لكن كثرت كثرة فاقعة في ماذا؟ في الأدباء والفنانين والرسامين أيها الإخوة، الموسيقيين، كثرة غير ملحوظة وغير مسبوقة في التاريخ. صحيح أن الانتحار ظاهرة قديمة، قدم الموت، قدم الإنسان، لكنها لم تكن بهذه الكثرة وبهذه الفقاعة كما ظهرت في هذه الحداثة الغربية. فيرجينيا وولف الكاتبة المشهورة أيها الإخوة الإنجليزية، 3 مرات تنتحر، فشلت في الأوليين ونجحت في في آخر هذه المرات 1941 وماتت وهي أيضا من الثريات، تمولت كثيرا من أدبها، لكنها أنهت حياتها. كانت مصرة. فرانس كافكا اليهودي التشيكي الأديب المشهور عالميا أو جعل هكذا، قال أنا ألخص حياتي بجملة واحدة، كانت مقاومة مستمرة لفكرة أن أنهي حياتي، دائما كان يريد أن ينتحر وأن أنهي هذه الحياة، كان يعيش هذا الصراع بشكل مستمر. آرثر كوستلر المجري اليهودي أيضا،
وهو أديب ومؤرخ وعالم كبير وأديب على مستوى عالمي، أنهى حياته أيضا، قتل نفسه. روبرت شومان الموسيقار الألماني الشهير جدا أنهى حياته وبشكل غير مفهوم، بشكل عبثي، لكن شاء الله أن ينقذ. كان جالسا مع أصدقائه يتكلمون يتسامرون في الليل، فخرج بروب البيت كما يقال بلباس البذلة، بروب البيت، فقال ربما إيه يعني خرج في حاجة وعما قليل سيعود، وتوجه مباشرة إلى الراين إلى النهر وألقى نفسه فيه، وحاول إنقاذه وأبى، لكن في الأخير أنقذوه رغما عنه. لماذا؟ وشهرة طبعا ومحبة في قلوب الخلق. مارلين مونرو أيها الإخوة دليدة، إلفيس بريسلي هذا ملك الروك أند رول كما يقال، لماذا ينتحر وهو في الرابعين من في الأربعين من عمره، محبوب لدى الجماهير على مستوى العالم وموهوب، وأتاه الله من القسامة والوسامة والمال ومحبة الخلق، لماذا؟ طبعا كما قلنا هناك عشرات وعشرات، سنذكر أسماءهم ربما بعضكم يحتاجهم في بحث علمي أو أدبي أو دراسة غدا في المحاضرة إن شاء الله، عشرات وعشرات.